كله على خليك هادي ريلاكس كده والدنيا تبقى طيب. الضغط له درجات ولا لا؟ يعني ولو له درجات عايزك تقول لنا ايه هي درجاته؟ هو في درجات قياس طبيعيه، في منها القياس اللي هو المثالي بيكون ضغط الدم من اقل من 120 على 80، ده القياس المثالي للاشخاص اللي هم هاديين خالص وما بيتوتروش ولا بيقلقوا ولا بيزعلوا ولا اي حاجه، اقل من 120 على 80. في قياس طبيعي اللي هو النورمال بيكون اقل من 130 على 85. القياس اللي هو اعلى حاجه في الطبيعي او اللي هو معرض يدخل في الضغط البري هايبرتنشن اصلا بيكون من 130 ل 139 على 85 ل 89. دي درجات القياس الطبيعيه والمثاليه. في طبعا الدرجات الثانيه، درجات الضغط بقى مرض الضغط في الدرجه البسيطه والمتوسطه والشديده. الشديده دي اللي هي بتوصل ل 170 زي ما انت حضرتك قلت. هقول لحضرتك بقى هوضحها لك. الدرجه البسيطه وهي الدرجه الاولى بيكون ضغط الدم من 140 ل 159 على 90 ل 99. الدرجة المتوسطة وهي الدرجة الثانية بيكون من 160 ل 179 على 100 ل 109، الانقباضي اللي هو الرقم اللي فوق، الانبساط اللي هو الرقم اللي تحت. تمام. الدرجة الثالثة وهي الشديدة بيكون أعلى من 180 على 110. في حالة من الضغط بيسمى الضغط الانقباضي فقط، بيزيد فيها الضغط الانقباضي اللي هو الرقم اللي فوق، ودي درجتين برضه. درجة أولى بيكون فيها الضغط من 140 ل 160 على أقل من 90، والدرجة الثانية بتكون من أعلى من 160 على أقل من 90. ده كل ما يخص درجات الضغط وكده. تمام. يعني بتبدأ زي كل حاجة خطوة أولى حاجة بدائية، ثم بعد ذلك حاجة متوسطة، ثم بعد ذلك بقى الشديدة دي اللي بتبقى صعبة اللي بيحصل فيها المضاعفات طبعا والحاجات دي. الضغط